بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر مع موضوع الدوال المتسامية أو اللاجبرية. النوع الأخير اللي راح ناخذه هو الدوال المثلثية المعكوسة inverse trigonometric، اللي هي sine inverse، cosine inverse، tan inverse، cotan inverse، والsecant والcosecant inverse. السين inverse، طبعا أذكر من جديد أنه لما نقول inverse أو سالب واحد مو معناها واحد على سين x، هذا الشيء سين inverse معناها الدالة المعكوسة وليس واحد على سين. زين، معناها إذا عدنا y يساوي سين x، الدالة المعكوسة للسين هي ال x اللي ينتج عن الواي. يعني إذا أعطيك الساين أريد من عندك الزاوية، هذا نسميه ساين إنفرس. بعكس الساين اللي يعطيك الزاوية وتبدلها إلى ساين. إذن أعطيك الساين وتستخرج الزاوية، هذا نسميه الساين إنفرس. طبعا بما أنه الساين والكوساين وبقية الدوال المثلثية هي periodic، مثلا الساين هالشكل، يعني إذا أعطيك y، يعني إذا كان عندنا ال y مثلا نص، ما نقدر نحدد زاوية وحدة، عدة زوايا. إذن الزاوية x1 x2 x3 x4 إلى ما لا نهاية من الزوايا تعطينا نفس الساين. لهذا لازم نحدد فترة تمثل الدومين للساين انفرس وبقية الدوال المعكوسة. للساين هذه الفترة، هذا الدومين يحدد من سالب باي على 2 إلى باي على 2. بهذه الفترة من سالب باي على 2 إلى باي على 2 الدالة 1 to 1، يعني إذا نعطيها x 1 ترجع لنا y 1، وبالعكس إذا نعطيها y 1 ترجع لنا x 1. ما طولها 1 to 1 نقدر نعكسها للدالة. عكس الدالة راح يكون الدومين مالته من سالب واحد إلى واحد، والرينج من سالب باي على 2 إلى باي على 2. بالنسبة للكوساين انفرس، الزاوية من الصفر إلى الباي، إذن تبدأ من الصفر إلى الباي، الدومين يبقى من سالب واحد إلى واحد، لكن الرينج يبدأ من الصفر إلى الباي. التان الرينج من سالب باي على 2 إلى باي على 2، يعني مثل الساين، بالضبط مثل الساين. والكوتان الزاوية من الصفر إلى الباي. إذن التان مثل الساين من الناقص باي على 2 إلى باي على 2، الكوتان مثل الكوساين من الصفر إلى الباي. السكنت أيضا من الصفر إلى الباي، اللي هو واحد على كوساين، والكوسكنت
من الناقص باي على 2 إلى باي على 2 اللي يشبه الساين، الواحد على ساين اللي هو كوسكنت مثل الساين. إذن الرينج لهذه الدوال إحنا نحدده إما من الصفر للباي أو من ناقص باي على 2 إلى باي على 2. من ناقص باي على 2 إلى باي على 2 هو الساين، التان والكوسكنت، ومن الصفر إلى الباي هو الكوساين، الكوتان والسكنت. هذه الدوال لها أسماء أخرى، الساين إنفرس يسمى أرك ساين، الكوساين إنفرس أرك كوساين، وبنفس الطريقة أرك تان، أرك كوتان، أرك سكنت، وأرك كوسكنت. هذه الطريقة لتسمية هذه الدوال أكثر انتشارا من طريقة ساين إنفرس كوساين إنفرس. أرك ساين إكس لأنه ما يحدث التباس بالموضوع، يعني هنا أنا ممكن واحد يقول ساين انفرس شنو هو، واحد على ساين اكس اللي هو غلط، مو واحد على ساين اكس، لكن هنا هذا الخطأ ما راح يحدث، واضح انه هذا دالة اخرى. مثال المطلوب ساين انفرس جذر الثلاثة على 2، او ما هي الزاوية التي يكون الساين لهذه الزاوية هو جذر الثلاثة على 2، إذا تتذكرون زاوية باي على 3 60 درجة هي الزاوية اللي الساين مالتها جذر الثلاثة على 2، إذن ساين إنفرس جذر الثلاثة على 2 هو باي على 3 اللي هو ضمن الفترة من سالب باي على 2 إلى باي على 2، إذن لازم يكون ضمن هذه الفترة لأنه ساين إنفرس معرف بهذه الفترة. ب المطلوب كوساين إنفرس ناقص 1 على 2، إذا تتذكرون حددنا الكوساين إنفرس من الصفر إلى الباي، إذن الرينج للكوساين إنفرس من الصفر إلى الباي. هسه شنو اللي نريده؟ نريد نشوف يا زاوية الكوساين مالتها سالب 1 على 2. الكوساين ندري به أنه بالربع الأول موجب، بالربع الثاني سالب، الكوساين بالربع الثاني سالب، إذن الزاوية أكبر من 90 درجة. يا زاوية اللي الكوساين مالتها موجب 1 على 2، موجب 1 على 2 هي باي على 3 اللي هي 60 درجة، موجب 1 على 2 هي باي على 3، إذن سالب 1 على 2 باي ناقص باي على 3 اللي هو 2 باي على 3، إذن كوساين إنفرس سالب 1 على 2 هو 2 باي على 3 أو باي ناقص باي على 3. مثال آخر يقول عندنا ساين إنفرس جذر الثلاثة على 2 يساوي ثيتا، المطلوب هو ساين ثيتا وسكنت ثيتا وكوت ثيتا. ساين ثيتا هو جذر الثلاثة على 2، ليش؟ لأنه ساين ثيتا يساوي ساين إنفرس جذر الثلاثة على 2، عوضنا بدل ثيتا ساين إنفرس جذر الثلاثة على 2، ساين إنفرس دالة ومعكوسها واحد يحذف الآخر، إذن ساين ثيتا يساوي جذر الثلاثة على 2. هسا ما هي الزاوية اللي الساين مالتها جذر الثلاثة على 2؟ شفناها بالمثال السابق، هي زاوية باي على 3 أو 60 درجة.
زين الكوساين بهاي الزاوية ايش قد؟ باي على 3 الكوساين هو 1 على 2. السكنت ايش قد؟ 1 على 1 على 2 ويساوي 2. الكوتان ايش قد؟ 1 على 2 على جذر 3 على 2 اللي راح يصير 1 على جذر 3. هناك بعض المتطابقات بالنسبة للارك ساين وارك كوساين وبقية الدوال المثلثية المعكوسة. مثلا ارك كوساين اكس زائد ارك كوساين ناقص اكس يساوي باي اللي استخدمناه بالمثال السابق. كان عندنا كوساين انفرس سالب 1 على 2 قلنا هو باي ناقص كوساين انفرس 1 على 2. يا زاوية الكوساين مالتها يكون 1 على 2 قلنا باي على 3. إذا باي ناقص باي على 3 2 باي على 3. هذا بشكل عام نقدر نكتبه بهذه الطريقة طبق هذه المتطابقة. ار كوساين اكس زائد ار كوساين ناقص اكس يساوي باي. ارك ساين اكس زائد ارك كوساين اكس يساوي باي على 2. ارك تان اكس زائد ارك كوتان اكس يساوي باي على 2. ارك سكنت اكس زائد ارك كوسكنت اكس يساوي باي على 2. ارك سكنت اكس يساوي ارك كوساين 1 على اكس. اذا هذني مجموعة أخرى من المتطابقات لازم تحفظوهن، وهذني مجموعة أخرى من المتطابقات لازم تحفظوهن أيضا. arc secant نقدر نكتبه حسب arc cosine، arc cosecant نقدر نكتبه حسب arc sine، arc cotan نقدر نكتبه حسب arc tan. الموضوع المهم بالنسبة لهذه الدوال هو استخدامهم بالاشتقاق والتكامل. اولا عندنا دالة y يساوي sin inverse x. ما هو اشتقاق؟ ما هو dy على dx؟ شلون نقدر نستخرج dy على dx؟ نقدر نقلب هذه المعادلة الى معادلة تتضمن الساين نفسه. شلون؟ نقول ناخذ ساين اليمين واليسار، يعني ساين واي يساوي ساين ساين انفرس اكس. اذا ساين واي يساوي ساين ساين انفرس اكس. ساين واي ساين ساين انفرس اكس يساوي اكس، لان الدالة وعكسها وحدة تلغي عمل الاخرى. إذا صار عندنا ساين واي يساوي اكس. هسه نقدر نحسب اشتقاق اليسار واشتقاق اليمين بالنسبة للاكس. دي ساين واي على دي اكس نقدر نكتبها دي ساين واي على دي واي في دي واي على دي اكس تشين رول. زين دي ساين واي على دي واي هي كوساين واي، إذا كوساين واي في dy على dx هذا اشتقاق ساين y. dx على dx 1. اذا صارت عندنا معادلة dy على dx يساوي 1 على كوساين y. زين حصلنا على اشتقاق الواي بالنسبة للاكس، لكن حسب المتغير y. هسه نريد هذا المتغير y نتخلص من عنده ونخلي بدله المتغير x. نجي ونعوض بدل الواي ساين انفرس x، لكن قبل ما نعوض نقول ندري انه ساين تربيع الواي زائد كوساين تربيع الواي يساوي 1. اذا كوساين الواي يساوي موجب وسالب جذر 1 ناقص ساين تربيع. زين نجي بدل الساين تربيع، هنا صار عندنا ساين الواي يساوي اكس، اذا ساين تربيع الواي شو يساوي؟ اكس تربيع. يعني صار عندنا كوساين الواي هو موجب وسالب جذر 1 ناقص اكس تربيع. زين
نجيب هذا ونعوضه بدل الكوساين اللي عندنا هنا، راح يصير عندنا دي واي على دي اكس واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع. طبعا بس الموجب استخدمناه، ليش؟ لان شفنا الكوساين الكوساين انفرس، اذا تتذكرون قلنا نحدد الزاوية من الصفر الى الباي، يعني فقط المقادير الموجبة، يعني المقادير السالبة بالكوساين انفرس ما راح نستخدمها. لهذا استخدمنا فقط المقادير الموجبة. هسه نقدر هذا الاشتقاق نعممه الى الحالة الشاملة لما يكون عندنا دي ساين انفرس يو على دي اكس، مجرد انه نضربه في دي يو على دي اكس حسب قاعدة تشين رول. بنفس الطريقة نقدر نستخرج اشتقاق الكوساين انفرس، التان انفرس، كوتان انفرس، سكند انفرس، والكوسكند انفرس. هذني المجموعة من الاشتقاقات لازم تحفظون، واحد على واحد ناقص يو تربيع للساين، ناقص واحد على واحد ناقص يو تربيع للكوساين، واحد على واحد زائد يو تربيع، وناقص واحد على واحد زائد يو تربيع للتان والكوتان، واحد على القيمة المطلقة لليو جذر يو تربيع ناقص واحد، والسالب مالتها للسكند والكوسكند انفرس. مثال عندنا دالة y يساوي x sin inverse جذر ال x زائد جذر x ناقص واحد، المطلوب هو dy على dx. زين، هذا الجزء هو x مضروبة في sin inverse، إذا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. هسم أول شيء حاسب ال x هاي الأول، وبعدين مشتق الثاني، مشتق الساين انفرس هو واحد على واحد ناقص يو تربيع، اليو هنا جذر الاكس، إذا جذر الاكس تربيع يصير اكس، في دي يو مشتقة جذر الاكس اللي هي واحد على اثنين، يعني هاي جذر الاكس اعتبرناها يو، ساين انفرس اليو يصير واحد على واحد ناقص يو تربيع. هسه مشتقة اليو بالنسبة للإكس أيضا لازم نحسبها، اللي هي إكس أس واحد على اثنين، مشتقتها بالنسبة للإكس واحد على اثنين إكس أس ناقص واحد على اثنين، زائد مشتقة الإكس واحد في الثاني، إذا ساين إنفرس جذر الإكس في واحد، زائد مشتقة جذر الإكس ناقص واحد بضبط مثل هاي الطريقة، هو نقدر نقول واحد على اثنين إكس ناقص واحد أس واحد على اثنين ناقص واحد، اللي يصير ناقص واحد على اثنين. نبسط هذه المعادلة ونوصل إلى هذا الناتج النهائي. مثال آخر، عندنا دالة tan inverse واحد ناقص x على واحد زائد x، نريد نحسب مشتقتها بالنسبة لل x. إيش نقدر نسوي؟ نقدر نجي نقول واحد ناقص x على واحد زائد x، نعوضها بدل اليو، راح يصير هذا، هاي الدالة راح تصير tan inverse u، مشتقتها واحد على واحد زائد u تربيع في du على dx. نجي ونعوض كل جزء بدله، عندنا اليو نعوضها بدل اليو هنا، وعندنا دي يو على دي اكس، اذا لازم نحسب مشتقة الواحد ناقص اكس على واحد زائد اكس. زين، دي يو على دي اكس شو تساوي؟ مشتقة البسط ناقص واحد في المقام واحد زائد اكس، زائد ناقص مشتقة المقام واحد في البسط واحد ناقص اكس على
المقام تربيع واحد زائد x تربيع ناقص واحد ناقص واحد يصير ناقص اثنين ناقص x ناقص ناقص x يعني زائد x يصير صفر. إذا بالبسط عندنا ناقص اثنين على واحد زائد x تربيع هاي du على dx. زين يجي عوضها هنا إذا هذه نزلت هنا هسه واحد على واحد زائد بدل اليو هنا خلى واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس. زين هسه نضرب البسط بالبسط يصير ناقص اثنين المقام بالمقام هذا المقام شو يساوي واحد زائد اكس تربيع في واحد واحد زائد اكس تربيع واحد زائد اكس تربيع في واحد ناقص اكس تربيع على واحد زائد اكس تربيع الواحد زائد اكس تربيع تروح ويا هاي الواحد زائد اكس تربيع يبقى بس واحد ناقص اكس تربيع طبعا هاي التربيع لازم تكون خارج القوس خارج القوس الاول يعني هذه هنا التربيع تجي وهنا ينسد القوس الثاني تكاملات الدوال المثلثية المعكوسة بالضبط نستخدم الاشتقاقات اللي شفناها بالجدول السابق نستخدمها لاحتساب تكاملات دوال تعطينا دوال مثلثية معكوسة مثلا شفنا انه الساين انفرس يو اشتقاقه واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع اذا تكامل الواحد ناقص يو جذر واحد ناقص يو تربيع هو الساين انفرس الاكس وكذلك بالنسبة لبقية الحالات إذا هذه الحالات هي نفس الحالات اللي شفناها هنا بالاشتقاقات لكن تكامل الجانبين على هذا التساوي يعطينا حالات التكامل مثال تكامل دي اكس على جذر 9 ناقص اكس تربيع على مود نوصل لاحد الحالات اللي موجودة عندنا هنا لازم يصير عندنا جذر 1 ناقص فتشي تربيع شو نسوي هاي 9 نقسم تحت الجذر على 9 راح 9 تطلع برا تصير 3 لان تحت الجذر يصير 3 1 ناقص اكس على 3 تربيع إذا هسه نقدر نقول x على 3 نعوض بدل u راح يصير du 1 على 3 dx إذا بدل dx صار عندنا 3 du 3 du بدل dx وبدل جذر 9 ناقص x تربيع 3 جذر 1 ناقص u تربيع إذن هنا نحن المفروض علامة تكامل تكامل دي على جذر واحد ناقص يو تربيع هو ساين انفرس يو بدل اليو نرجع نعوض الاكس على ثلاثة يصير ساين انفرس اكس على ثلاثة زائد الكونستنت القيمة الثابتة سي مثال آخر رقم 25 راح أتركه لكم ممكن يجي بالامتحان مثال رقم 26 عندنا تكامل من الصفر إلى جذر 2 على 2 x dx على جذر 1 ناقص x أس 4
هنا نلاحظ عندنا بالبسط x dx، يعني ممكن هذا هو اشتقاق ال x تربيع، وهنا عندنا x أس 4 يعني x تربيع أس 2. يعني من هذا الشيء نحذر أنه ممكن نستخدم x تربيع نعوضها بيو. خلي نجرب نقول اليو يساوي x تربيع، إيش راح يصير؟ du يصير 2x dx. زين، إذا صار عندنا نقدر نقول بدل x dx نقدر نكتب du على 2، خلينا du على 2، وبالمقام عندنا 1 ناقص x أس 4. إذا نجي بدل x أس 2 نخلي u، راح يصير عندنا جذر 1 ناقص u تربيع. إذا نطلع الواحد على 2 برا التكامل راح يصير عندنا تكامل du على 1 ناقص u تربيع. إذا هذا التعويض بدل x تربيع u بدل لنا التكامل إلى حالة من الحالات اللي شفناها بالجدول السابق، اللي هي تكامل يعطينا ساين انفرس اليو. لكن هنا الليمت لهذا التكامل يعني الاكس تبدأ بالصفر والاكس تنتهي بجذر 2 على 2، لكن هذا التكامل مو حسب الاكس، هذا التكامل حسب اليو. ايش لازم نسوي؟ لازم نحسب حدود التكامل حسب اليو، الابر ليميت واللور ليميت لليو. زين، نقول لما الاكس يساوي صفر اليو شو يساوي؟ اذا نريد نشوف هذا هنا باللور ليميت، لما الاكس صفر شو نعوض بدل اليو؟ اليو شو تساوي؟ اليو صفر تربيع ويساوي صفر. هنا الاكس جذر 2 على 2، اليوش راح يساوي؟ راح يصير جذر 2 أس 2، يصير 2 على 2 أس 2 4، ويساوي 1 على 2. إذا اليو من الصفر للواحد على 2. زين، هسا يا زاوية الساين مالتها 1 على 2 هي 30 درجة، باي على 6، يا زاوية الساين مالتها 0 هي 0. إذا 1 على 2 باي على 6 ناقص 0 ويساوي باي على 12. مثال آخر، نريد تكامل E أس X DX على 1 زائد E أس 2X من الصفر للين 3. هنا ايضا نلاحظ انه اي اس اكس لو تدخل داخل الاشتقاق راح تصير دي اي اس اكس، وهنا عندنا اي اس 2 اكس بالمقام كانه اي اس اكس اس 2، معناها انه ممكن نستخدم يو يساوي اي اس اكس لحل هذا التكامل. ايش راح يصير؟ راح يصير دي يو يساوي اي اس اكس دي اكس. زين، ايش يسوي لنا هذا التعويض؟ يسوي لنا التكامل التالي e أس x dx، نقدر نكتب بدلها du. إذن هذا الجزء هو البسط. المقام 1 زائد e أس 2x، e أس 2x إيش نقدر نقول؟ نقدر نقول e أس x أس 2، معناها u تربيع. صار عندنا إذن 1 زائد يو تربيع. زين، هذا تكامل إيش؟ تكامل تان إنفرس. زين، الشيء الوحيد اللي بقى أنه هنا عندنا الليمت للتكامل، حدود التكامل من الصفر للين لازم نسويها حسب اليو. إذا نقول لما الإكس يساوي صفر اليو شو يساوي؟ اليو يساوي إي أس إكس ويساوي e الصفر ويساوي 1. لما الاكس يساوي لين جذر 3 اليو شو يساوي؟ اليو يساوي e اس لين جذر 3. الاي واللين شفناهن دالتين معكوسات للبعض، اذن واحد منهن يحذف عمل الاخر ينقض عمل الاخر. اذن e اس لين جذر 3 ويساوي جذر 3. يعني هذا التكامل
الليمت مالته من الواحد الى جذر الثلاثة. هسه يا زاوية التان مالتها جذر ثلاثة هي 60 درجة، يا زاوية التان فيها واحد هي 45 درجة. إذن باي على ثلاثة ناقص باي على أربعة ويساوي باي على 12. خلاص هذا الفصل، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة نبدأ بفصل آخر.